وهاي هذا فيكس سبورت، هذا بيمنعني عن الدوران، بيمنعني عن اكس، بيمنعني عن واي، فبيعمل لي ثلاث رياكشن. عرفنا انا هسه اعطيكم معلومات الاساسيه، الاشياء اللي بتمنعني عن الحركه بتعمل لي رياكشن. هاي اشكال واقعيه، بس طبعا بالحياه العمليه مش اشكال واقعيه، كله كذب. الشكل الواقعي فعليا هذا، صبيت انا العمود لحال، الجسر لحال، ايوه هذا العمود وهذا الجسر، اذا صبيتهم كل واحد لفتره معينه بيكون هذا عباره عن بن سبورت. ما اذا كانوا مع بعض صبيتهم بنفس اليوم بنفس الساعه بنفس الدقيقه بيكون فيك سبورت. هاي الهندسه المدنيه فعليا. ما هاي تقول لي برغي وحبل، هذا ترى هو عمرك ما بتشوف، نعم هو عمرك ما بتشوف هذا البرغي والحبل. ولا شو بدي فيه، خلاص انا بهمني الكونكريت الحين جاي نروح هاي. طيب بس قبل ما نبلش كيف نحل وكيف كذا، اعطيكم شغله البيم اللي عندي انا، الجسر هذا انا هسه بدي هذا اللي شايفه هذا هذا. طيب عباره عن تطلع فوقيك شوف العمودين اللي جنبك، اللي واصل بين العمودين هو عباره عن هذا الاشي، هذا الاشي لازم يكون ثابت، هذا الاشي لازم يكون ثابت. فعشان اخليه ثابت لازم احط له سبورتات تكون لها اشياء معينه. اول شيء انا هذا السؤال مثلا عندي سبور رياكشن، عندي رياكشن عندي ثلاث، ليش؟ انه هذا بتحرك يمين يسار فبيمنع يعني حركه لفوق، هذا بتحركش ليمين ولا يسار بس بلف، لفنا زي هيك. ثاني شيء شو هسه بصير؟ عندي ثلاث قوى، هذول ثلاث قوى بسموهم رياكشن تمام او انام. هسه عدد الانام أعلى من معادلات الاتزان، عدد الأنام أعلى من معادلات الاتزان. معادلات الاتزان بالتالي عبارة عن ثلاث معادلات، هم سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت، تساوي زيرو زيرو زيرو. فإذا عندي عدد المجاهيل أكبر من ثلاث يكون هذا الإشي اسمه ما بقدر أحله بالاستاتيك، يكون انديترمنت، استاتيكلي انديترمنت، يعني أنا ما بقدر أحله بالاستاتيك تمام؟ إذا كانوا أكبر. إذا هذا السؤال ثلاث بيساوي ثلاث يكون هذا الشيء اسمه determinant. determinant يعني أنا بقدر أحله بالستاتيك، أنا هس كطالب ستاتيك، كطالب strength، كطالب structure 1 بطرح لهذا السؤال. ما تقول لي أربعة أكبر من ثلاث تقول لي أحله على قبل structure 2، بتقول لي لو تعيش 2000 سنة ما بتحله قبل structure 2، بدك تاخذ أربعة ثلاث مواد هسه قبل ما تعرف تحل سؤال يكون زي هيك. بس طلع طلع زي هيك والله لا تقعد ثانية تمام. لو كان فيكستور اوردر بكونوا اربع مجاهيل وانا معادلات الاتزان ثلاث. طيب اذا كانوا متساوي حالة واحدة صح؟ اذا حطيت له نقطة زي هيك، انا الحين هاي لسه مش واصلها ستة. فاذا عندي المجاهيل تساوي عدد معادلات الاتزان ديتيرمنت بقدر احله. كان عندي اكبر من معادلات الاتزان ما بقدر احله بس اسمه انديتيرمنت. اذا كان عندي المجاهيل اقل من معادلات الاتزان بكون انستيبل مش ثابت، اقدر استعمله بالهندسه المدنيه، وبالاحرى مش راح اقدر احله تمام، ما بقدر استعمله بالهندسه المدنيه اذا كان عندي انستيبل. طيب الانستيبل ما بحكمني بس بمعادلات الانام، بحكم لي كمان بقواعد عامه. القواعد بتحكي لي لو عندي انا بيم تمام، هذا بيم وعليه الرياكشنز توازيات، يعني هذا رياكشن هذا رياكشن، بس يعني كان عندي فعليا هذا لما يكون رياكشن زي هيك شو بيمثل لي؟ بيمثل لي رولر رولر صح؟ مرة. فاذا كان عندي اثنين رولر هذا بيكون انستيبل كمان، حتى لو عندي اقول لك حتى لو عندي كمان رولر هون، لو عندي كمان رولر هون، حتى لو كان عندي كمان رولر هون، كانوا خمس مجاهيل وعندي ثلاث معادلات اتزان، يقول لي انديتيرمنت، يقول لك انديتيرمنت انستيبل تمام. فدائما اذا عندي رياكشنز متوازيات، يقول لك هاف انستيبل. اذا عندي الرياكشن بيلتقوا بنقطه يسموهم كونكرنت، يعني دي هذا الحاله الوحيده، يعني انه يكون عندي مثلا بيم، عندي مثلا رولر سبورت زي هيك، عندي بن سبورت هون بس مش رولر ولا رولر فهي بتعمل رياكشن هيك
وهاي بتعمل رياكشن هيك صح؟ وهاي بتعمل رياكشن هيك صح ولا لا؟ كلهم كلهم لو مديت خط احمر من هون، مديت خط احمر من هون، مديت خط احمر من هون، طبعا هي كلهم نفس الاستقامه، لاحظ انه كلهم التقوا، لاحظ انه كلهم التقوا هون صح ولا لا؟ بما انه الرياكشن التقوا بنقطه هون برضو انستيبل، فحالات الانستيبل عدد المجاهيل اقل من معادلات الاتزان، عدد والرياكشن بيلتقوا بنقطه او الرياكشن متوازيات بس. هذا الشيء لازم نفحصه دائما قبل كل سؤال. هسه اذا عندي سؤال زي هيك بدي بس ارسم الفري بالجرام ببساطه، معطيني وزن كتله بيم، لانه معطيني كتله بيم فانا بدي ارسم له ايش، بدي اطلع له الوزن، الوزن زي هيك يكون 100 في 9.81 اللي هي 98.1 مسافه 3 وعندي هذا فيكست بورت بيعمل لي سهاك، بيعمل لي مومنت زي هيك، فانا بدي اصبها مومنت زي هيك، هاي قوتها بتعمل لي مومنت زي هيك، هاي بتعمل لي رياكشن زي هيك، اكس 0 واي 1200 زائد 98.1 ام اي بتساوي 1200 في 2 زائد 98.1 في 7 طلع رياكشنز. انا هون ما طلبتش منك كل رياكشن، قلت لك ارسم تمام. ففيكس سبورت مباشره هاي. هسه بالامتحان ممكن نقول لكم ستاتيك، ممكن نقول لكم هذا فيكس، هذا ضرر، هذا بن ما بغلبكم، وممكن انه انت لازم من الشكل تعرف حسب الدكتور. هذا الاسئله انا بعرفها، بعرف احلها بس مش احلها، مش اشرحها بكل بساطه. اقول لكم بعرف احلها لا بحلها. بس عجكا يعني لما دائما يتلامسوا جسمين سوا بنقطه بياثروا على بعض بنورمال فورس بي اكتنج اون اي. بتو يعني لما اعمل هذا الفري بيت ديجرام طلع عليه رياكشن هيك مثلا، الاي طلع عليه رياكشن زي هيك، وعليهم رياكشن من هون، عليهم رياكشن من هون، طلع عليها رياكشن من الحيط زي هيك، يعني بقول لك بقدر احل هنا وعليها وزن لتحت، بس انه عجقه يعني مش راح اقول لك ارسم هذا الفري بيت ديجرام امتحان طلع دائر. لو هذا نفس الشيء ارسم احبال ماشي فيها اعجال الهاي عدال رولر سبورت، بعرفش كيف احكي لكم عنها الدكتور، بس هم مش دائما هون، ممكن هو يقول لي واحد منهم انه رولر يعني سمي لي اياه، بس انه العدال عاده رولر سبورت. السؤال بدي ارسم له في البيت دايجرام في برغي هون، فهاي عندي فورس زي هيك، هنا عندي رولر سبورت زي هيك، عندي هاي بين سبورت زي هيك، عم في عندي زي هيك، رح سالني عنها. هاي قلت لأنا ساتك أنا مبارح قلت لي بتجتمع شو قلت لي تو فورس، هاي تو فورس من بر لينكين هاي بقدر بدل ما أعملها زي هيك بقدر أمثلها زي هيك، وأصلا راح تطلع معي هاي زي هاي بحالة إنه كان في بنين وفيش قوة خارجية بتقدر تقول زي هيك. هاي هسا راح نجي عليها هسا بنجيها، بس عشان احل اوجد الرياكشن ببساطه بستعمل ثلاث معادلات الاتزان، بطبق سيجما فيكس تساوي 0، سيجما اف 1 تساوي 0، وسيجما مومنت اند سبورت تساوي 0. خلصت شاب سهل الشابتر، سهل الشابتر صح؟ والله عظيم زحش. سيجما فيكس سيجما اف واي سيجما مومنت سيجما مومنت ناكل هواء لا ان شاء الله ما بتاكله ما عليك. مثلا هذا سؤال على السريع خلص يعني ما طلعش كثير الشات، طلع 3 دي هسه نشوفه. هذا هو احنا بدي مستنى قاعد وحد الله ترى انا بفهمش ايش بال 3 دي وحد الله اذا قاعد بستنى فيه مش قاري والله العظيم مش هاي خلص ما عليك ابشر. هذا رولر سبورت فعليه رياكشن، هذا بن سبورت عليه رياكشن، وهسه انا مره قلت لكم دابلكم فيديو كيف تعرفوا اتجاه الرياكشن. هسه بكل بساطه انا زي هيك كل الاسهم لتحت، معقول الرياكشن كله تحت؟ انت بالمنطق لا لفوق فدائما مش متزن رياكشن لفوق. هسه ها السهم لليمين معقول الرياكشن كله لليمين؟ راح اقول لك لا فالرياكشن لليسار، فانت بتقدر ترسم الفري بدي ديجرام بدون ما يطلعك ولا قيمه سالب حتى بالترس سواء تنشن او كومبريشن، تقدر تفرض كثير كثير يعني مع الممارسه راح تصير تفرض اتجاه رياكشن زي ما بدك. طيب زي هيك فانا هسه شو بعمل؟ بطبق سيجما فيكس تساوي 0،
رياكشن اي البي اكس بده يساوي 600 كوساين 45. رياكشن اللي هسه رياكشن هذا رياكشن عمودي يعني بقدر اشوف سيجما اوف واش. فشو بعمل؟ باخذ مومنت سبورت، باخذ مومنت سبورت بساوي زيرو. هسه هون معطيني ثيكنس للبيم، البيم يعطيني ثيكنس له 0.2 من تحت و 0.2 من فوق. فانا بدي اخذ المومنت عند بي مثلا، باخذ عند البرغي بي، هاي برغي شايف، باخذ هاي المسافه. ففعليا هاي الافقيه، هاي الافقيه وين بتاثر؟ بتاثر هون صح؟ فبتعمل لي هاي كمان مومنت يقترب 0.2، لا تنسوها. انا لما كنت اكتب دوسيه نسيت، ترى رجعت بعدت صفحه كامله تصدق؟ يا هاي المسافه 0.2، 600 في 0.2. هاي غلطت فيها ولا امبارح؟ هاي انا بكتب الدوسيه وغلطت فيها، وانا بكتب تيجي انه بكون عندها مومنت وانت مش داري 2/10 تكنس البيم لا ننسى. فلما اخذ سيجما مومنت عند بي بيطلع معي اي واي، بعدين سيجما اوف واي بيطلع معي بي 1. انا اخذت عند بي المومنت، ففكرت انه اذا برضه اخذه انت ماخذ عندي، ففكرت انه غلط اذا باخذ من عند بي. حليت سؤال مرتين او ثلاث. لا مش عشان بعدك هذا، ترى عادي وبتحل بطلع معك نفس الاجوبه. هذا سؤال كيبل عادي يعني، هذا ما بعرفش شنو بالبكره.